التساؤلات ازدادت حول تأثير أقراص اليود جراء الانبعاثات النووية الإشعاعية. متى تكون الأقراص ضرورية؟ وهل هي مفيدة عند استخدام الأسلحة النووية؟ وزيرة البيئة والمناخ أنيكا ستراندهيل طمأنت السويديين من عدم وجود خطر على السويد جراء انبعاثات إشعاعية محتملة من محطات الطاقة النووية في أوكرانيا. الخبير في هيئة السلامة الإشعاعية بيدر كوك يجيب عن التساؤلات: هل أقراص اليود ضرورية في حال تسرب إشعاعي من أوكرانيا؟ لا حاجة لتناول أقراص اليود في السويد تخوفاً من الإشعاع في أوكرانيا إذا حدث شيء ما، حتى إذا تدهورت حالة السلامة في محطة للطاقة النووية بحيث تنتج انبعاثات وتنتقل مع الرياح إلى السويد، سيكون تأثيرها ضعيفاً جداً نتيجة البعد الجغرافي، وستكون المواد المشعة التي تصل للسويد منخفضة وتحت الحد الأدنى للتأثير الذي يتطلب تناول أقراص اليود. هل تحمي أقراص اليود في حال وقوع حادث نووي سويدي؟ نعم، لأن اليود المشع يتشكل أثناء الانشطار النووي، وتناول اليود يساعد الغدة الدرقية بأن تكون مشبعة باليود غير المشع، ما يمنع امتصاص اليود المشع في حال حادث نووي خطير. وهناك خطط لتوزيع مسبق لأقراص اليود في مناطق الطوارئ. هل أقراص اليود ضرورية للحد من الإشعاع المنبعث من الأسلحة النووية؟ لا، في حالة الانفجار النووي سيكون الإجراء الوقائي الأكثر أهمية في هذه الحالة هو الحصول على الحماية في المباني التي توفر حماية جيدة، أي في الملاجئ.